السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما شاء الله تبارك الله، كما تشاهدون في منظر جميل من صنع الخالق جل في علاه، بردية كثيفة على أعالي حرة بني رشيد، تحديدا على جبل العثمور وعلى الطريق الرابط بين الحائط والثمد وخيبر، وذلك يوم السبت الموافق 5 رمضان 1442 17 ابريل 2021. أسأل الله عز وجل أن يبارك فيما أنزل وأن يجعله صيبا نافعا، وأسأله سبحانه أن يرفع الوباء عن بلادنا وعن سائر بلاد المسلمين، إنه سميع قريب مجيب الدعاء. أخوكم أحمد العنزي.